المناسبة دي لا يمكن بأي حال من الأحوال تمر من غير ما نوجه التحية لشهداء مصر في الحروب الخمسة. وبقول الحروب الخمسة 48 56 67 حرب الاستنزاف حرب اكتوبر 73. امبارح الرئيس اتكلم عن حرب الاستنزاف واتكلم عن انه المصريين رفضوا الاعتراف بالنكسة وانه المصريين تمسكوا بزعيمهم جمال عبد الناصر وطلعوا 9 و10 يونيو بيرفضوا. هل هذا رد اعتبار؟ عايز اقول لحضرتك زي ما قلت النصر قرار، النصر إرادة، والحروب هي صراع إرادات. 5 يونيو 67 بعد القوات الإسرائيلية ما وصلت القناة، جولدا مائير والقيادة الإسرائيلية، وده من كلامهم، استنوا وانتظروا حاجتين. الحاجة الأولانية إزالة القيادة المصرية اللي تمثل في جمال عبد الناصر اللي هو كان مسبب لهم قلق ويعني مش أصلا راضيين عن وجوده. اتنين، القيادة دي الجديدة تروح وتستسلم ليه وتفرض إسرائيل شروطها لتحقيق السلام بالشروط اللي هي عايزاها. الشعب المصري رفض الفكرة دي وأصر أنه يقف خلف قواته المسلحة وما يعترفش بالهزيمة اللي غير مستحقة. احنا ما كانش في مواجهة في 67 ما بين الجند المصري والجند الإسرائيلي. وطلع في 9 يونيو رافضا تنحي القيادة، تنحي الرئيس جمال، ووقف وراه ودعم القيادة حتى تحقيق النصر. أنا في الوقت ده 9 يونيو 67 كنت طالب في الكلية الحربية، وكنا طلعنا من الكلية الحربية عشان لما القوات الإسرائيلية وقفت لحد القناة كان في تخوف إن التهديد يوصل للقاهرة. فأنشأوا فرقة جديدة اسمها الفرقة 18. فرقة 18 كان فيها نقص في قادة الفصائل، كان كلها جنود مستدعين شكلوا بيها، واحنا كطلبة تولينا قيادة الفصائل. انا مش عايز اقول لحضرتك لما الرئيس جمال عبد الناصر قال خطاب التنحي، مش عايز اقول الحالة المعنوية المنهارة اللي كان عليها الجنود والضباط مش المدنيين. خلي بالك المدنيين، احنا كنا في المعسكر بتاع الفرقه 18، كانت شرق القاهره في المنطقه اللي دلوقتي اسمها مدينتي والشروق والحته دي. دي اول وقفه وقف فيها الشعب المصري وانتصرت الاراده المصريه على الاراده الاسرائيليه في اول اختبار. دي ده أول انتصار للإرادة المصرية. الإرادة المصرية مع الجانب الإسرائيلي في المواجهة الثانية كانت في 30 يونيو 70. 30 يونيو 70 اللي نجح حائط الصواريخ نجح في أول اختبار وأسقط الطائرات الإسرائيلية. فترة من 5 يونيو ل 30 يونيو 70 5 يونيو 67 ل 30 يونيو 70 كان الطيران الإسرائيلي ده المجال الجوي المصري متاح مباح بالنسبه له، وبينفذ اعمال عدائيه سواء في معامل تكرير الزيتيه او ضد الاهداف المدنيه في مدرسه بحر البقر. كان الاسرائيليين او الجيش الاسرائيلي عارف لو نجح المصريين في انشاء هذا الحائط سوف يوفر الحمايه لقواته على الجبهة وبالعكس كمان داخل سيناء، وده اللي حصل. وحائط الصواريخ مكن الجيش المصري بأن هو يعبر القناة ويعمل رؤوس كباري بعمق من 12 ل 15 كيلو. نعم. طيب سيد فريق، حضرتك كنت في الكتيبة الرابعة استطلاع ضمن الفرقة الرابعة مدرعات، وذهبت
وعلى رأس مجموعة، وكنتم خلف خطوط العدو لمدة 180 يوما.